الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم مع مفتاح جديد من مفاتيح الخير. هو لو افترضنا واحد في الدنيا يكون قريب من مسؤول كبير، قريب من وزير، قريب من أمير، قريب من ملك، قريب من رئيس، يعني كم الحظوة وحظه في الدنيا أن يكون بقرب هذه الشخصية المهمة، كم؟ طيب، حاب تكون بالقرب من الله عز وجل، القرب من الله تبارك وتعالى، حاب تكون؟ طبعا حاب. له مفتاح. ما هو مفتاح القرب من الله عز وجل؟ مفتاح القرب من الله، انت عارف ايش المفتاح؟ اللي لو ملكته ستكون قريبا من الله عز وجل. مفتاح القرب من الله الذكر. شوف ربنا شو بيقول لك، فاذكروني أذكركم. لو ذكرت الله عز وجل الله يذكرك. تخيل إنسان بيشتغل في شركة ووصلته معلومة إنه مبارح كنا في مجلس إدارة ومدير الشركة نفسه جاب سيرتك وقال عنك إنسان كويس، يعني أنت ما أخذتش فلوس ولا أخذت ترقية، لكن الشعور النفسي بأنه يعني رقم واحد في الشركة أثنى ومدحني تعطيك دفعة معنوية. فتخيل لو إنسان قالوا له أنه الملك أو الرئيس أو الأمير يثني عليك وما أخذش فلوس ولا أخذ طولة عمر ولا أخذ مال ولا أخذ ترقية، لكن شوف الدفعة المعنوية. ولله المثل الأعلى، لو ذكرت الله عز وجل سيذكرك. لكن الفرق بين ذكر الله عز وجل وذكر الناس في الأرض أن ذكر الناس في الأرض ينسى، وذكر الناس لك في الدنيا يتغير. اليوم حبك يمكن بكرة يكرهك، اليوم ذكرك بخير يمكن بكرة يجي واحد يذكرك بشر ويسمع كلمة وتتغير كل الأحوال. أما الله عز وجل فلأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو معكم أينما كنتم، ما فيش واحد يروح يفسد عليك عند الله عز وجل. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ قدام الناس ذكرته في ملأ خير منهم. فتخيل أنت قاعد في بيتك وعندك زوجتك وأولادك أو عندك ضيوف أو عندك أصدقائك أو أنت وين ما تكون، وبعدين أنت قلت لا إله إلا الله، فيذكرك الله عز وجل باسمك واسم أبوك واسم جدك، لكن قدام مين؟ حملة العرش وجبريل سيد الملائكة والذين يسبحون بحمد ربهم، وأطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو ملك راكع أو ملك قائم يعبدون الله عز وجل. أمام هؤلاء الملائكة كلهم الله عز وجل يذكرك. شو القرب اللي عند الله عز وجل؟ تخيل القرب اللي عند الله تبارك وتعالى. طيب تخيل كمان واحدة عشان تعرف مفاتيح القرب من الله عز وجل، مفتاح قربك من الله أن تذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. فأنت كلما تحرك لسانك بلا إله إلا الله، تحرك لسانك بأستغفر الله، تحرك لسانك بواحد من أسماء الله الحسنى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني الله لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا رزاق يا رزاق، يا كريم يا كريم، يا عليم يا عليم، تدعو الله بهذه الأسماء والله يذكرك. هي رقم واحد. رقم اثنين، أن الله يفيض على نفسك وعلى روحك وعلى حياتك من بركات الاسم الذي دعوت الله به، إذ يتجلى الله عليك بما دعوته من أسماء. شوف القرب من الله عز وجل، شوف القرب من الله. طب أنا وياك قاعدين الآن، تعال نحكي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي ذكرنا الله. طب النتيجة شجرة في الجنة، غرسة في الجنة. طب ما هي الجنة مليانة شجر. أيوة مليانة شجر، لكن من رحمة الله عز وجل لو غرست شجرة في الجنة لن يحرمك الله أن تستظل في ضيئها، وبالتالي أنت ملكت في الجنة، صرت ملاك. لو قرأت آية من القرآن، اقرأ قل هو الله أحد، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت قرأها 10 مرات هي ذكر الله، وأخذت النتيجة بيت في الجنة.
وقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هاي أربع كلمات انغرست لك غرسة في الجنة، فصرت بتملك بيت وشجر وإزرع شجر وعد بيوت، كل ذكر الله عز وجل. لو أردت القرب من الله تبارك وتعالى عليك بالذكر. لما تقعد في أيام الدنيا تقعد مع الناس اللي هم يعني مقربين من الملوك، مقربين من المسؤولين، مقربين من وزراء، مقربين من أمراء، كل قعداته وحكى فلان وحكى الملك وسوى الملك وقام الملك وعمل الملك وحكى الأمير وحكى الأمير وأكل الأمير وتصرف له، كل كلامه يتعلق بهذا المسؤول. سببه القرب، سببه القرب. لكن عند الله عز وجل إذا أردت القرب فعليك بالذكر. هم يحصل عندهم قرب فيبدأون يذكرون، مع الله العملية عكسية. في الدنيا يأخذ يقرب من الملك، يقرب من أمير فيبدأ يذكر، عند الله لا، لأن الله عادل، لأن الله عز وجل عادل. ومن عدالة الله أنه من أكثر من ذكر الله قربه، فأنت كلما ذكرت الله عز وجل اقتربت من المولى تبارك وتعالى. مفتاح القرب من الله أن تذكره، قراءة القرآن ذكر، والاستغفار ذكر، والصلاة على رسول الله ذكر، والتسبيح ذكر، والتحميد ذكر، والتكبير ذكر، ولا إله إلا الله ذكر. اتخيل لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مادا بها، أي ذكر، كتب الله له 4000 حسنة حط عنه 4000 سيئة. السبب أنه ذكر، ذكرت الله عز وجل. أول ما تذكر الله تبارك وتعالى تبدأ الملائكة تكتب، تبدأ الملائكة تنمي حسناتك، تبدأ الملائكة تراقب ماذا تقول حتى تكتب ماذا ذكرت الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحة، يعني دوريات ينتشرون في الطرقات، يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا من مجالس الذكر تنادوا أن هلم إلى حاجتكم. فتخيل أنت قاعد في بيتك وتذكر الله عز وجل، لأنك تملك المفتاح القرب، تملك المفتاح للقرب لله عز وجل وهو الذكر، وقاعد تذكر في بيتك وإذا بالملائكة تدخل إلى بيتك. شوف الرحمات والسكينة والهنا، وشوف انطراد الشياطين، وشوف آفات الدنيا كل قاعد بتروح. السبب الذكر، لأنك أصبحت قريبا من الله عز وجل. ولذلك أول فائدة بعد ذكرك عند الله عز وجل تستفيدها إذا ذكرت الله هروب الشياطين. البيت اللي فيه ذكر ما فيه الشياطين، البيت اللي فيه ذكر لا يستقر فيه الشيطان، وما دام الشيطان خرج ما فيش مشاكل، ما دام الشيطان خرج ما فيش فقر، ما دام الشيطان خرج ما فيش نكد، ما دام الشيطان خرج ما فيش هموم. فأنت تستفيد ذكر الله عز وجل أنك بالقرب من الله، أي واحد. والأمر الثاني أن الشياطين خرجت من بيتك. السبب الذكر، قربك من الله عز وجل له مفتاح ذكرك لله. ولذلك علماءنا ومشايخنا منذ زمن قالوا لازم يكون للإنسان واجب من ذكر الله عز وجل. والله تذكر الله كل يوم 100 مرة، تستغفر 100 مرة، تصلي على رسول الله 100، انت العدد اللي بدك اياه، الموضوع إداري، الموضوع ترتيب، تقول لا إله إلا الله 100 مرة ولا 1000 مرة انت حر. بترتب على نفسك، يعني بقترح هيك برامج، ترتب على نفسك كل يوم اسمين من أسماء الله الحسنى تذكر الله عز وجل بهما، بتقول يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، تعمل 100 بـ100 رائع، يا لطيف ويا كريم يا لطيف ويا كريم، انت حر. بس بقترح هيك الذكر. ولما ربنا سمى نفسه سبحانه وتعالى ب99 اسم، مش عشان يقول يا سلام الله له 99 اسم، لا، قال لك في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اذكروه، نادوه سبحانه وتعالى. فلو رتبت على نفسك كل يوم برنامج كم مرة تذكر الله عز وجل وتختار اسم من أسماء الله الحسنى، وكم مرة تقول يا الله، وكم مرة تقول يا رحمن، وكم مرة تستغفر، ستجد حياتك كلها اختلفت، لأنك بقربك من الله عز وجل تملك كل شيء. بقربك من الله عز وجل تفتح لك أبواب الدنيا وأبواب الآخرة، بقربك من الله عز وجل يستقر قلبك وتهدأ نفسك، بقربك من الله عز وجل تعتزلك شياطين الإنس وشياطين الجن، بقربك من الله عز وجل تعيش حياتك
كما أرادك الله عز وجل. مفتاح القرب من الله ذكر الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نسأل الله يجعلنا كلنا من الذاكرين، وانت اليوم ملكت مفتاح لقربك من الله، فأوعى تخلي المفتاح يضيع أو أن تتكاسل عن استخدامه. لو حبيت تقرب من الله المفتاح بإيدك، اذكر الله يذكرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.